بيعرف انه ارنوبي بيطلعش غير تنقول له الكلمه السحريه. تعال نقولها مع بعض بس بصوت مش كتير عالي احسن ما حدا يكشفنا. جاهزين؟ ارنوبي يلا ولا صفك صار هون عم بستنوك. ارنوبي محضرنا اليوم مفاجآت ولا لا؟ محضر لكم؟ طبعا محضر لكم. بس قبل ما احضر لكم تعالوا نغني اغنية الحروف الميلادية ما بعد عشان يمكن يجي حرف جديد. ابصر شو هو، هات نشوف. بابا بوبايه عيد ميلادي جاي عالحروف الميلاديه رح غنيلكو غنايه. حرف الميم صغيره، حرف الراء صغيره، حرف الشين شجره كبير وحباله بالبيت مدور، حرف الزين زيني بالدار. ودي يجي كمان حرف اليوم اللي خبطت على راسه نقطة بس. أبصر نقطة واحدة بس، أبصر شو هذا الحرف؟ خاء. كمان حرف الخاء على راسه في نقطة واحدة بس مش حرف الخاء، صح أنوبي؟ حا حا فيش حني ولا نقطة. لا أخو 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 تعرف شو أخو حرف العين؟ غين. ممتاز، اشترها شونا زي الغيم. زي الايس؟ غيمي. زي الغيمي. ايش كمان في كلمه تكتب حرف الغيم؟ غسيل. غسيل. بالاول ماما وين بتحطه؟ بالغساله. من هدول الكلمات انت جايب لنا اشي رح نلعلقه هون؟ لا. ولا اشي احنا ما حزرناش؟ لا. طب حزرنا، حزرنا شوي عنا وحياتك. اسمعوا كلياتكم، تعرفوا انتوا لبابا وين؟ ومش بيكون في معاه عرباي ملاني هدايا لإلكم؟ وبتعرفوا مين بيجر هاي العرباي؟ غزلان. مظبوط. وغزلان بأي حرف تبدا؟ غو. صوت غو. اسم الحرف؟ اسم حرف غين. يا حرف الغين ايمي اصبعك شوي. ليش هيم اصبعي؟ ليش بده هيم اصبعي هذا حرف الغين؟ عشان بدي على جنب. احط اصبعي على جنب، ليش بده هيم اصبعي؟ عشان بدايقي. بدايقه؟ هيك بصير ثلاثة والنقطة بتصير خالص. لأنه هيك بصير بيشبه رقم ثلاثة، وإذا بقيم اصبعي يمكن في نقطة بصير حرف الغين. حرف الغين. ايش هدول؟ غزلان. حرف الغين غزلان كبار. ألف باء بو باء عيد الميلاد جاي عالحروف الميلاد رح غنيكو غناي. حرف الباء باء بدوان. حرف النون بسم الله. حرف الجيم غزلان كبار. تعال نشوف ارنوب قديه يضل يجيب لنا احرف، يمكن مالين نحيط كله احرف. الى اللقاء يا اصدقاء، ان اللقاء اليوم فيه كتير. شكرا لك يا ارنوب، بكره ديجي ويجيب لنا كمان حرف، كمان حرف، كمان مفاجاه.